بيريز من جديد، بيريز لتوتي، توتي بيريز، بيريز في الكروس، هو التعادل، هو التعادل، هو التعادل، هو التعادل، هو التعادل، هو الفريق جول، هو التعادل يا أوسفالدو، هدف ملعوب، هدف مدروس، يعجبني الأداء الرائع والتفاهم من جانب لاعبي فريق الرمى، وأوسفالدو يعدل. أوسفالدو على الطاير وضع الكرة كما ينبغي ليدرك التعادل. شوف الكرة تحبوها مع الرمى، هدف رائع وجميل. وأوسفالدو تذكرني بأهداف ماركو فان باستن مع ميلان، بأهداف جابرييل باتيستوتا، بأهداف تريسي كول. الآن يمكن القول أوسفالدو كول يسجل التعادل. أوسفالدو النتيجة الآن 2-2.